السلام عليكم متابعينا الكرام، اليوم جبنا المرجان المنتوج الجزائري الذي أحدث ضجة في أوروبا وخاصة في فرنسا. نفتح الزجاجة ونشوف اليوم إن شاء الله الذوق تاعها كيفاش. هذه هي الزجاجة تاع المرجان، لوغو ما شاء الله هايل، الزجاجة رائعة. نشوفوا الآن الذوق تاع المرجان، هل الذوق ممتاز ام لا؟ افتح ترى نشوفو ترى. ايوا نحي الغطاء بشوي بوليدي، او اللون راه ما شاء الله. الان نشوفو الذوق ما شاء الله. ما شاء الله، ذوق انت الاول وقولي هاك ذوق. أعطيني رأيك وليدي. مليحة وذوق طفل ما حبش يحبس. ذوق تشوف واش دير لهم، دير لهم لايك مليحة، قول صراحة لنا والله مليحة ما شاء الله بنينه. ذوقي ترى تشوفي، ذوقي ترى بنيتي، وقولي لنا رايك. ها روح قولي الحقيقه، مليحه ولا ها؟ واش الذوق تاعها؟ جاي حلو بزاف، تشبه للتانيت لا يورته. اي اخلص هذا رايك. الان جا دوري انا نذوق ترى، نذوق شوية ونشوف. بسم الله يا ربي. يعني صراحة الذوق تاعها لا يقاومه، والله صدقوني الذوق تاعها لا يقاوم. نزيد شوي يعني صراحة كنت تطلقوني على الزجاجة نكملها، والله غير ما شاء الله. تحياتي، السلام عليكم.